فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم. يقول السائل إن بعض طلاب العلم يقولون أن الصلاة في مكبرات الصوت غير جائزة. قل لهم وش الدليل إنها ما هي جائزة؟ ما هو مكبر الصوت للتبليغ، والرسول اتخذ المبلغ هذا للتبليغ، ويعني جهاز للتبليغ، لا يجوز، وهو نعمة من الله عز وجل. لكن نلاحظ أن بعض الأئمة يبالغ في رفع الصوت المكبر حتى يشق على المأمومين خلفه، فينبغي أن يكون الصوت متوازنا، لا يكون مرتفعا، لأنه لا حاجة إلى رفع الصوت بهذه الكيفية. أنت قصدك تبلغ المأمومين، يكفي إذا بلغتهم ترفع صوتك بقدر ما تبلغهم. نعم.